في الدحانة في تويتر وكنت أجاوبهم بكل أدب. بعدها لا تمادوا، وكانت يعني بعدين أنا اليوم الساعة تقريبا 1:30 الظهر عرفت القصة كلها مالت الناس ومالت اللعبة والضغط النفسي اللي مور عشان كذي قلت لهم أدبكم بالميداليات سسكر فواكم. اي نعم. فبعدها طبعا بعد ما وصلنا القرية الأولمبية الناس اللي طالبوا بمحاسبتنا ووصل إلى حد اتهامنا بالخيانة للأسف. من اللي حرضهم على الذهاب ولازم نحاسبهم وهذه إهانة للدولة؟ كيف إهانة للدولة؟ احنا ثبتنا ان هذا اكبر كرامة للدولة. صحيح. بان تفرض وجودك، بأن تحرمهم، بأن تضيق عليهم بالرغم من كل الأشياء السلبية اللي حاصلة. وهذا ما فهمه الجمهور الكويتي والجمهور الخليجي والعربي، هذا ما فهمه. بالعكس يعني أنت شاركت